ايش علاقه التلقيب على الذهب اللي احنا بنحكيه هون بالبيزيان ريزنينج؟ مين ممكن يقول لي probability انه يكون في ذهب بهي المنطقه؟ تمام. اذا وجد ذهب فبكون بصير كونديشنال. تمام. ايش راح يرتبط الذهب بايش؟ ايش انا بهمني اعرف لو يجي واحد يسالني بده يفتش الذهب ايش راح يقول لي؟ شو الاشياء اللي ممكن انديكيترز تعطيني انديكيتر انه ممكن يكون في ذهب هون؟ اشياء تاريخيه مفروض. تمام. نعم. تربه مثلا، نوع التربه مثلا هون اذا بتطلعوا فرضا هذا حاطط مثلا في سايد ثاني حاطه 7 انديكيترز مثلا، شيء منها مثلا اقوى هذا مثلا بيعتبروا انه الايرون ستيننج انه في وجود كميات للحديد، والحديد كانه بيؤدي اذا وجوده بكميات بيؤدي انه التربه يكون في لها لون معين بتصير غامقه. اوكي. هلا هو من خبرته من هذا الخبير رجع يطلع على سايد سابقه، هو عارف انه فيها ذهب. لاحظوا هون الهايبوثيسيس انه بريزنس، الهايبوثيسيس انه بريزنس اوف جولد. الإيفيدنس E1 E2 E3 إلى آخره راح تكون هي العلامات اللي بنطلع عليها هون، اللي منها مثلا presence of iron. في تحتها هلا راح تشوفوا مثلا quartz مثلا، كمان منها مثلا التوبوغرافي أو الجيولوجي، التوبوغرافي طبيعة الأرض مثلا، طبيعة البليس مثلا، هاي كلها ممكن تؤدي إنه هلا احنا شو بكون موجود عندنا قبل ما نيجي على السايت؟ في عندنا سايت ثاني احنا عارفين انه فيها ذهب. بنقول ايش احتمال probability of E1 given H؟ يعني احنا هيستوريكلي في عندنا داتا بتقول انه في مواقع كان فيها ذهب. بهاي المواقع شو كان طبيعه، قديش كانت الحديد؟ ممكن نلاقي مثلا 95% من المواقع اللي فيها ذهب فيها حديد. بس مش 100%. وعندي كمان هذا بعطينا اياه الاكسبرت اللي عنده خبره في المناطق هاي الى اخره. احنا شو بدنا نطلع؟ بدنا نعكس هاي، مش هيك؟ شو بدنا نقول؟ بدنا نيجي على سايت جديده احنا مش متاكدين انه فيها ذهب، رح نبدا نفتش على الايفيدنس اللي موجود، فبنيجي بنقول فيها ايرون مثلا، ما فيها كوارتز مثلا، فاحنا بدنا نطلع من هدول بدنا نطلع probability of H given E1 مثلا E2. ماشي واضح؟ فهذه يعني هاي هي بتهمنا هون، بتهمنا في اشياء كثيره طبعا، بس هاي احد الامثله الواضحه انه انا عندي هيستوريكال، يا عندي هيستوريكال داتا يا عندي خبير بيجي بتطلع بقول انا من خبرتي السابقه كل المحلات اللي لقينا فيها ذهب او لقينا فيها بترول مثلا او لقينا فيها نحاس مثلا، اذا كنا بنفتش عن نحاس كان في مجموعه انديكيتورز قويه، مش 100% بس في انديكيتورز قويه، اذا بدها تتبين هاي الانديكيتورز بقدر اعدل الفرضيه تبعتي الهايبوثيسز انه هل في ولا ما في، وبنبدا نفتش عليهم. ومثلا اذا بنطلعنا هون راح تشوفوا مثلا في عندنا شيء ثاني الكوارتز مثلا، وهون هو بعد يتطلع مثلا يدرس الكوارتز وطبيعه الكوارتز وانه اذا وجد الكوارتز هل الكوارتز له اثر على وجود الذهب الى اخره. اذا احنا في عندنا ايفيدنس وفي عندنا هايبوثيسز. بهم تاريخيا انا عندي البروبابيلتي اوف ايفيدنس جيفن انه الهايبوثيسز صارت، شفت انا بالقبل هيك شفت ايش صار. هلا بدي اعدل الهايبوثيسيس الجديده تبعتي في سايت جديده بناء على الخبرات السابقه، اقول ايش احتمال انه يتواجد المعدن هذا او مثلا اويل او ذهب في هذا المكان، جيفن انه بدا يبين معي انا الايفيدنس المختلف، صرت اطلع هذا الايفيدنس المختلف في هاي السايت.